الإجازة العسكرية الأسبوعي من جيش دفاع. رمضان كريم وأهلا بكم. حملة عسكرية مباغتة ومفاجئة لاستهداف العناصر الإرهابية الذين يتسترون داخل مجمع الشفاء الطبي، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مسؤولين من حماس والجهاد الإسلامي داخل المجمع الطبي، حيث يستخدمونه لتوجيه نشرة إرهابية ضد إسرائيل. خلال أعمالها داخل المجمع الطبي وفي محيطه، قادت القوات العشرات المخربين الفلسطينيين الذين اشتبكوا معها، إلى جانب اعتقال أكثر من 350 مخربا إرهابيا، ومن بينهم قيادات في حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيتين. كما عثرت القوات للعديد من الوسائل القتالية داخل المجمع الطبي. وقد تفقد رئيس الأركان الجنرال هيرتسي هليبي القوات العاملة داخل المستشفى، وأثنى على نتائج العملية وأهميتها لما تشكله من تسديد ضربة شديدة لحماس ودعم تفكيكها من خلال قتل قيادة الحركة وزيادة الضغط عليها في المفاوضات. في هدى وسامرة شهدت المعابر يوم الجمعة الماضي دخول آلاف المصلين الفلسطينيين من منطقة هدى وسامرة عبر المعابر إلى المسجد الأقصى المبارك في أورشليم القدس. وقد شهدت باحات الحرم القدسي الشريف مشاركة عشرات الآلاف من المصلين في صلوات التراويح طيلة أيام الأسبوع. في لبنان كشف نقاب عن استخدام حزب الله وحركة عمل جمعية الهيئة الصحية الإسلامية غطاء لنشطة إرهابية في جنوب لبنان. كما كشف عن استخدام العناصر الإرهابية سيارة إسعاف في كفر كلا لأغراض إرهابية بما فيها نقل الأنشطة والمعدات بين مواقع الحزب التي تعرضت للقصف. إلى جانب ذلك قامت قوات جيش الدفاع بضرب بنية تحتية إرهابية ومواقع عسكرية أخرى لحزب الله في جنوب لبنان. كما أعلن في جيش الدفاع عن تشكيل لواء إقليميا جديد للحدود الشمالية بين إسرائيل وسوريا ولبنان، لواء هرم أي الجبال، والذي يدافع في منطقة جبل الشيخ وجبل روس هردوف في ضوء رؤية الدفاع الجديدة على الحدود الشمالية. انتهى الإجازة العسكري، إلى اللقاء بأمان الله.